ليك السلام عليكم الامه العمات الجدات الخالات، ركزوا معايا مليح. هذا فون 19 بيس يجهز لك حتى لدي كيلو بنكارونطينا نتعنقش فيه عادي. سعر تاعو راهم يقولوا 50 توصيل متوفر 58 ولايه. هاي باينه بلا ما نقول لكم اصحاب الجمله نقولوا لهم ما كانش لخاطر السلعه راهي ناقصه وجبنا لهم العجايز. ركزوا على العجايز نشوفوا واش جبنا العجايز دوك نشوفوا واش راح نفرغوا لهم العجايز دوك نشوفوا معنا واش نفرغوا لهم. ركزوا معايا مليح العجايز دوك يشوفوا معنا واش نفرغوه. قال لكم هذه واش هي؟ هذه لابروس نقولوا بوردونتي فريش ولا نقولوا بروس تاع نقولوا كيف نقولوا بروس بروس ميتالي كي نقولوا بروس ميتال بروسا ميتال بروسا برونز بروسا فيتا تيفال. هذه تاع التيفال هذه تاع النحاس هذه تاع الالومنيوم. هذه راهم يحتاجوها العجايز بقوه. السعر تاعها 30 في توصيل متوفر 58 ولا يسحب لهم يتصلوا بالخاص عندهم الواتساب الفايبر الانستغرام. هذه راهي سلعه في الشبوبي الامهات العمات الجدات الخالات. ركزي مليح مدام هاو الفكره مدام هاو الفكره مدام ركزي معايا مليح هاو الفكره مدام ركزي معايا مليح. كثري لي بارطاج وشوفي جديد كل 5 دقائق 10 دقائق تشوفي لايف لايف هبال في الشبوبي لايف مريض لايف مقود. راهي السلعه بقوة كل 5 دقائق 10 دقائق لايف كل 5 دقائق 10 دقائق لايف. ركزي معايا مليح مدام راني نعطيك غير الفكر الجديد واللي هو في الشبوبي. هذا السعر تاعها 30 نف يصلح للعجايز. هذه العجايز يفهموني كي نقول لهم هكذا على خاطرك شلاه هذا يخدموا به الكوينات تاع ليبرا كمثال. كاين امهات بزاف عندهم طواوي مقالي كذا منه من هي جاي رمضان تحب طاوتها نظيفه كذا منه من هي السعر تاعها راهو 30 نف. ركزي معايا مليح اسمع ابني هاو جديد اسمع ابني هاي ب 30000 اسمع ابني دوك نزيد نطرطق لك صاشيه خلاف. اسمع ابني هذا جديد اسمع ابني هات الموس كنا نقولوا طرطق كرتون دوك نقولوا طرطق الموس. هذه بقات حبات بقاو حبات الاخرين هاهم جبناهم كنت تفهموا ماذا وشني استعرب بكم الامهات كثروا لي البارطاج من فضلك اخي شحال بوبيطه اللي فيها الفريتاز الامهات العمات الجدات. اسمع ابني شوف واش جبت لك شوف الجديد شوف الجديد دوك اللي يفهمها هذه يستعرب به. هذه واش الدور تاعها؟ هذه يقولوا سيبور بالي سيبور فروطوار بصح دخلت جديده بصح لازم تفهموني. الفونتوز هذه اللي فيها دوك تلقاو كي تحلوها تلقاو فونتوز ترونسبارون ما تبان لكمش. هذه تتحل على زوج كيما نقولوا حنا على جيتين دوك نحلها كيما راكم تشوفوا هكذا راكم تشوفوا الله غالب كيما نقولوا بيد واحده ما نقدرش نخدم. ركبوها هنا ركبوها وين ركبوها هنا تركبيها تخرجي الضغط هكذا تخرجي الضغط اكي معايا يا اخي ركزي معايا مليح. اعطيني باليه من ثم غفران باليه من ثم نديوها هنا نديوها هنا لصقوها هنا اللي نحيت لها لوطوكولور لصقوها هنا هكذا نخرجوا لها الهواء ونركبوا لها الباليه. الامهات العمات الجدات راهي صالحه هذه لكل مكان وزمان هكذا كما راكي تشوفي فيها تقدري ديري فيها الباليه كما راكي تشوفي تقدري ديري فيها الفوي تاع البيض تقدري ديري فيها المهم راهي المباشره هذه يا مدام انا نتعنقش لك فيها منها منها تعلقي فيها الصاشي مانيش عارف فيها افكار عجيبه تقدري ديري ما نعرفش خير منك يا مدام دائما نقول لك ما نعرفش خير منك لخاطرك انا مانيش تاع كوزينه انا لوبي تاعي نولهك برك نولهك كيفاه تخدم طريقه الاستعمال وبس من بعد حبيتي ديري فيها واش تبغي هذيك واحد ما يسالك. الصلاه على النبي الحبيب راكم معايا يا اخي راكم معايا راكم تشوفوا ها ها الامهات راكم تشوفوا ها ها شفتي ولا ما شفتيش يا مدام فكره في الشباب. السعر تاعها 20000 هكذا توصيل متوفر 58 ولايه. لا كونتيتي ثاني راهي متوفره بقوه. اصحاب الجمله يتصلوا بنا بالخاص عندهم الواتساب الفايبر الانستغرام وتحياتنا والسلام عليكم.